مين بالنسبه لك من وجهه نظرك ممثل اشطر، احمد السقا ولا محمد رمضان؟ تاني الاثنين برضه. مين ممثل اشطر؟ محمد رمضان. محمد رمضان قدراته التمثيليه اعلى. بتساليني؟ انا بسالك. مع ان السقا صاحبي يعني اكتر. بس انت بتتكلمي من وجهه نظرك، خلي بالك ما ممكن وجهه نظرك دي تبقى ملهاش دعوه بالصحوبيه. انا بقول الحقيقه. هل يتشبه فعلا محمد رمضان باحمد زكي؟ هو شبهه شكلا. شكلا. موضوعا شاطر جدا. هو بيشبهوه عشان هو شكله، هو شكل احمد زكي اكتر من هيثم يا حبيبي الله يرحمه. احمد زكي كان مشهور ان هو بيتقمص الدور ويتقمص الشخصيه بشكل مرعب. وبيعيش فيها هل شايفه محمد رمضان وصل للمرحله دي؟ يعني مش يعني مش بالعب. انا ما بشوفش كل شغل رمضان، بس اولا رمضان كممثل بيعجبني جدا. ايوه. يعني مش بكم عبقريه احمد زكي، بس هو عنده عبقريه برضه في حته ثانيه. عبقريته هو الخاصه بيه. واللي نجح فيها بالمناسبه. بصراحه. تمام. السؤال اللي بعده. افضل سيناريست في الفتره الاخيره محمد امين راضي ولا احمد عبد الله؟ او ممكن تقولي حد تالت على فكره. ليكي الاختيار تقولي حد تالت. عبد الرحيم. كمال. عبد الرحيم كمال. يعني شغله بيعجبني، انا بحب اتفرج على شغله اكتر. عبد الرحيم كمان عبقري. متميز. عبقري. فنانه من جيلك بتستمتعي بتمثيلها، سوسن بدر ولا سلوى محمد علي؟ الاثنين. الاثنين عبقره. اختاري لي واحد. احنا بين نارين دلوقتي. لا ده ايه ده؟ ما هو نارين. نارين. ما هو سوسن استمتعنا بيها كتير. سوسن عبقريه. 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 وسلوى عبقريه. وسلوى عبقريه. سلوى محمد علي عبقريه. اختيار صعب. صعب. معلش. مضطرين. سلوى محمد علي. سلوى محمد. طيب لو خيروكي ما بين الجواز خيروكي ما بين الجواز وما بين السيجاره، هتختاري تاني؟ خلصت الفقره دي، فاصل وهنرجع مره تانيه.